السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنتهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معه، أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم باللغة العربية. اللي قدامنا ده عبارة عن خطوات التحلل السكري، والتحلل السكري زي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن الخطوة الأولى من ثلاث خطوات في التنفس الخلوي. والتنفس الخلوي هي العملية اللي بيقصد بها عملية أكسدة أو تكسير أو هدم الجلوكوز أو المواد المعقدة زي الجلوكوز إلى مواد أبسط زي ما هنشوف اللي هو ثاني أكسيد الكربون عشان نحصل على الطاقة. الجلوكوز جه منين؟ قلنا قبل كده إن كل أنسجة الكائنات الحية سواء إنسان نبات حيوان إلى آخره، حتى الكائنات الدقيقة بيصلها الجلوكوز بطريقة أو بأخرى، سواء عن طريق التغذية أو الامتصاص أو البناء الضوئي إلى آخر هذه الأمور. المهم أصبح في عندنا جلوكوز وعايزين نحصل منه على طاقة، ده بيتم عن طريق التنفس الخلوي. خلاص، احنا بنتكلم دلوقتي على التحلل السكري. التحلل السكري ده مش محتاج اكسجين، يعني في التنفس الهوائي او اللاهوائي او التخمر في اي حاله من الحالات لازم هيحصل الجلوكوز او متاسف الجلايكوليسز او التحلل السكري بهذه الخطوات. هتفرق بقى معانا بعد كده في الخطوه الثانيه اللي هي مصير البيروفات ده هيروح فين، ده يتوقف بقى هل في اكسجين ولا ما فيش اكسجين، ده مش هنجنه نتكلم عنه دلوقتي. فبنتكلم على الجلوكوز اللي هو المركب السداسي بالشكل ده، هنشوف ايه اللي هيحصل فيه دلوقتي اهو. اولا بنرحب بحضراتكم، مع حضراتكم علاء السعيد استاذ دكتور علم النبات وتحديدا علم الطحالب بجامعه الاسكندريه كليه العلوم، ومعار الى جامعه القصيم بكليه العلوم ايضا. اهلا بحضراتكم ونبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم بنقول ان الجلوكوز سكر سداسي، مركب عضوي سداسي. بنضيف له عشان نكسره لازم في عمليات او خطوات. اول خطوه باضافه الفوسفور او مجموعه فوسفات عن طريق انزيم هيكسوكاينيز، وكلمه هيكسو جايه من كلمه اللي هي السداسي، والكاين معناها كاينيتك او طاقه، ايز مقطع ده معناه انزيم. يبقى انزيم بينشط او بيضيف طاقه باستهلاك الاي تي بي، فيصبح جلوكوز 6 فوسفيت. جلوكوز 6 فوسفيت ليه؟ لان مجموعه الفوسفيت دخلت في الكربون رقم 6. يتحول هذا الجلوكوز 6 فوسفيت الى المثيل او الشبيه بتاعه فركتوز 6 فوسفيت او فركتوز 6 فوسفيت، لان برضو ما زالت في رقم 6. ليه؟ لان اصبح عندي هنا لو بصينا في اللي هنا الكربون رقم 1، بدل مجموع بدل الاتش الهيدروجينه اللي هنا اللي حصل فيها دخلت مجموعه سي اتش 2 او اتش. فناخد بالنا ان هنا اصبح بقى عندي 6 كربون زي ما هم لكن مش بنفس الترتيب اللي هنا. طيب الانزيم اللي موجود معنا لما نلاقي سهم بالشكل كده رايح جاي، معنى كده ان الانزيم ده عكسي، يعني ممكن يروح الاتجاه ده او الاتجاه ده. اللي بيحدد نشاط الانزيم دي قصه ثانيه بقى، بيروح الاتجاه ده او ده حسب تركيز المواد الداخله والخارجه من التفاعل. طيب بنروح للخطوه اللي بعد كده، بيتحول الفركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز 1 6 داي فوسفيت. الفركتوز زي ما هو لكن اصبح عندي فيه مجموعتين، ادي مجموعه اهي اللي كانت موجوده في الجلوكوز في الاول، وعندنا الاتش الحمراء دي هي اللي اضافت مكانها مجموعه الفوسفات اللي هي بقى، فبقت مجموعه فوسفات فرقم 1، الكربون رقم 1 والكربون رقم 6، يبقى استهلكنا اي تي بي كمان مره اهو. واصبح عندي ده هنا ما نقولش بقى ايه فركتوز 1 6 فوسفيت، لا داي يعني ثنائي. طيب الانزيم المستخدم او اللي بينشط هذه العمليه اللي هو فوسفو فركتو كاينيز، قلنا بقى ايز معناها انزيم، وقلنا كاين معناها طاقه، وقلنا الفركتو اللي هو فركتوز اللي هي الماده اللي بيشتغل عليها، دي زائده ممكن نبقى نشيلها. الخطوه اللي بعد كده الفركتوز 1 6 داي فوسفيت، هذا المركب السداسي الكربون بيتم كسره الى مركبين كل منهم ثلاثي الكربون، فادي الكربون رقم 1 ادي 2 ادي 3، يعني الجزء ده هيديني المركب الاولاني اللي اسمه ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. مش هنخش في التركيبات الكيميائيه بقى نقول الاسيتون عشان دبل بوند او الى اخر هذه الامور. المهم المركب ده اللي هو داي هيدروكسي، عشان في 2 داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ادي المركب الاولاني.
المركب الثاني اللي هو هيبدا من الكربون رقم 4 5 6 اهو بالشكل ده. طبعا انا حطيت عليهم 4 5 6 لكن هو اول ما اتكسر فاقدر ارقمه 1 2 3. هو هنا بس حبيت احط الارقام عشان تعرفوا هو جاي منين، من الفركتوز، فبالتالي وده واضح في التسميه. عشان كده قلنا ايه؟ قلنا ان الاسم بتاعه جليسرالدهايد 3 فوسفيت، يبقى 3 فوسفيت موجوده في رقم 3 هنا. يعني لما انا هشيل الترقيم ال 4 5 6 ده واحط بقى الترقيم العادي لانه بقى مركب مستقل، فدي تبقى رقم 1، دي رقم 2، دي رقم 3، فاصبح مجموعه الفوسفيت اللي عندي في رقم 3، عشان كده اسميه جليسرالدهايد 3 فوسفيت. طيب الحقيقه المركبين دول مش هيمشوا مع بعض بقى الاثنين، لا، اللي بيحصل ايه؟ هنلاقي احد المركبين اللي هو داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، المركب الاول ده بيتحول الى المركب الثاني، هو ده اللي هكمل بيه بقيه التفاعلات، عن طريق انزيم اسمه ترايو فوسفيت ايزومريز. تراي او ترايو، تراي يعني ثلاثه، بيشتغل على المركبات الثلاثيه الكربون، خلاص، واللي بيكون فيها فوسفات وبيديني النظير او الشبيه بتاعه، فبيتحول كل المركبات دي، اصبح عندي هيبقى في مركب واحد بس هكمل عليه اللي هو جليسرالدهايد 3 فوسفيت. ده بيحصل له ايه؟ ده بيضاف له مجموعه فوسفيت ثانيه في رقم واحد عن طريق هذا الانزيم، وبنستهلك برضو هنا طاقه، ناد اتش بيستهلك طاقه، فبيكون عندي بينتج عني طاقه اللي هي ناد اتش وبيضاف لها اتش ثانيه. المهم المركب الجديد بقى اصبح فيه 2 فوسفات، فما بقاش اسمه ايه؟ احادي الفوسفات، لا، بقى 1 3، الكربونه رقم 1 اهي بقى فيها مجموعه، وادي رقم 3 فيها مجموعه ثانيه، فيصبح المركب اللي موجود عندي 1 3 باي. كلمه باي زي كلمه داي، معناها 2، باي فوسفيت، امتى بنستخدم دي وامتى بنستخدم دي قصه ثانيه، لكن احنا بنلتزم بالتسميات اللي موجوده معانا في المراجع. يبقى 1 3 باي فوسفيت جليسريت، ده المركب اللي موجود عندي ثنائي طبعا. ها طيب هذا المركب ايه اللي هيحصل له؟ هذا المركب هيتحول، هيفضل زي ما هو مركب ثلاثي، احنا شغالين بمركبات ثلاثيه اهو، فاللي هيحصل ايه؟ هيفقد فوسفات اهي، فيكون لي اي تي بي، اتكونت عندي اهي، دي اطلاق طاقه، ادي طاقه اهي، ويتبقى عندي مركب 3 فوسفوجليسريت. لو بصينا للتسميه نفس الحكايه هنا، بس هنشيل الفوسفات اللي كانت في رقم واحد ونقوم جاي عاملين ايه؟ ونعيد التسميه مره ثانيه. طيب يتحول هذا المركب من 3 فوسفوجليسرات الى ايه؟ تتنقل بقى عندي من رقم 3، المجموعه هنا موجوده في الكربون رقم 3، تتنقل عندي هنا لرقم 2، والاتش دي تنزل مكانها، فيتحول عندي يبقى اسمه 2 فوسفو جليسريت، يعني فوسفو جليسريت او اللي هو جليسرات اللي الفوسفوره موجود فيه في رقم، في الكربونه رقم 2. نروح بعد كده نلاقي هذا المركب بيعاد تشكيله، لو بصينا كده للتركيب الكيميائي، واحنا مش عايزين نقف عند التركيب الكيميائي كتير، بيخرج ميه. بيخرج ميه منين؟ لو لاحظتم انا حاطط دي باللون الاحمر الاتش دي، وادي الاو اتش اهي، يبقى الاتش اللي في رقم 2 والاو اتش اللي في رقم 3 هتخرج منها الميه اهي عن طريق الانوليز الانزيم ده، فبيتحول هذا المركب ينقص ميه، ينقص ميه يبقى في رابط نقصت، هيبقى عشان كده في زاده دبل بوند او رابطه ثنائيه عندي، فاصبح المركب اللي موجود عندي اسمه فوسفو اينول بايروفيت. ده المركب الجديد في الخطوه رقم 9. نيجي للخطوه رقم 10 والاخيره، هو بقى ده اللي احنا عايزينه اللي هو مين؟ البايروفات. فيبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يتكون اي تي بي، يعني مجموعه الفوسفات دي هتطلع للاي تي بي اللي هو الادينوسين داي فوسفيت اللي هو ثنائي الفوسفات، نضاف له واحده فيبقى ثلاثي الفوسفات، ادي الطاقه اهي، عن طريق البايروفيت كاينيز، يعني انزيم نقل الطاقه من البايروفيت، ويتكون عندي البايروفات مركب ثلاثي الكربون بالشكل ده، وبكده بنكون نهينا الدوره بتاعه التحلل السكري. يبقى احنا بدانا بالجلوكوز مركب سداسي وانتهينا، بس الحقيقه هنا بقى هيتكون عندي 2 من البايروفات، لان السكر ده في 6، دول 3 بس، يبقى كل واحد من الجلوكوز هيعمل الدوره دي او هيتكسر عشان ينتج عندي في نهايه التحلل السكري 2 بايروفات. هذا مركب البايروفات ده مصيره بقى هيتحدد، هل في اكسجين ولا ما فيش؟ طبعا لو كان البيروفات ده بيتكون في الكائنات الدقيقه زي الفطريات او البكتيريا اللي هي اللا هوائيه مثلا، فايه اللي بيحصل؟ هيحصل تخمر او اللي هو بيسموه التخمر الكحولي.
وده ليه قصة تانية وبفيديو خاص مستقل. طب وإذا كان ده بيحصل في العضلات بتاعة جسم الإنسان، يعني الإنسان بيمارس رياضة أو نشاط في نقص أكسجين، يبقى أكنه الخلايا هتعمل تنفس لهواء. وكلمة تنفس هنا يا جماعة الخير ما نجيش في ذهننا تبادل الغازات عن طريق الأنف أو الثغور في النباتات، لا، التنفس أقصد به الأكسدة، الهدم، التكسير للمواد دي. خلاص، يبقى ده هيحصل له ايه؟ بيكون لاكتيك اسيد، وبرضه ده ليه فيديو مستقل مع التقمر او التنفس اللاهوائي. احنا بقى البيروفات ده هيروح لدوره كريبس في الفيديو اللي موجود مرفوع على نفس القناه موجود معانا اللي هو دوره كريبس، هنشوف البيروفات ده مصيره هيكون ايه. اشكر لحضراتكم حسن استماعكم، وان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اسات فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في الخطوة الفيديوهات القادمة إن شاء الله في تبسيط العلوم باللغة العربية في التنفس اللاهوائي، والخطوة الثالثة من التنفس الخلوي اللي هي عملية سلسلة نقل الإلكترونات والحصول على الطاقة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.